وكنا في يوم جمعة نودع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، نريد الذهاب إلى مكة، واحتشد الناس بالآلاف المسجد النبوي والساحات، الناس كالبحر. فنحن وصلنا إلى المواجهة الشريفة وسلمنا وأردنا الخروج مع الناس، عم نمشي على مهلنا من الزحمة، يعني بالكاد واحد عم بيحرك إجريه من شدة الازدحام. نحن نريد الخروج، شخص الله أعلم ربما عراقي أو سوري من حيث الهيئة والثياب التي يلبس، ماذا فعل هذا الرجل؟ وضع يده على الشبيكة، وضع يده على الشبيكة يعني على المواجهة الشريفة، هجم عليه الحارس، هذا الذي يقف هناك هجم عليه وصار يقول له أمام الناس: يا مشرك، حرام، ما يجوز، هذا كفر، تعبدون الحديد. وقفت أنا فوقفوا، قلت أنا كيف أسكت وكيف أمشي وهو يكفر المسلم ويكفر كل المسلمين المتبركين جهرة أمام الناس، كيف أسكت؟ رجعت إليه قلت له: أنت تعرف القرآن؟ قال: نعم. قلت له: تعرف سورة يوسف؟ قال: نعم. قلت: قرأتها؟ قال: نعم. قلت: أليس فيها أن الله يقول إخبارا عن يوسف: قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، إلى قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا؟ قال: بلى. قلت له: تقول شرك والأنبياء فعلوا ذلك؟ احتار، وعم تقول الأنبياء وجبنا له آية من القرآن والناس يستمعون، في هذه اللحظات الناس وقفوا يستمعون الكلام بيني وبينهم. اقترب الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، صاروا ثمانية على المواجهة، أنا أناظرهم وأرد عليهم، قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد بن حنبل كذا، وهم لا يعرفون جوابا. قلت له: تعرف كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل؟ قال: نعم. قلت له: ماذا فيه في الجزء الثاني؟ عندما سأله ابنه عبد الله قال: ماذا تقول في مس الرجل منبر النبي والقبر يمسه؟ قال: ويقبله بنية التقرب إلى الله. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك. هذا الإمام أحمد الذي أنتم تنتسبون إليه كذبا وزورا. تعرف الإمام أحمد؟ في رواية عنه قال: سنة. قال: لا بأس. هذا الإمام أحمد ماذا قال لي؟ قال: تفضل إلى المكتبة نتكلم في المكتبة. قلت له: ما في المكتبة أعرفه، أنت تريد أن تهرب من الناس، أنا أكلمك ليسمع الناس، لأنك كفرت المسلم، كفرت المسلمين المتبركين ليعرفوا أن لا دليل لكم. جاء زعيمهم ربما على الكاميرات عرفوا، فجاء زعيمهم رجل ضخم كبير يحمل هذا الجهاز معه، قال: إيش يا شيخ، إيش الأمر؟ قلت له: هذا قال كذا ويكفر المسلمين ويقول كذا والقرآن يقول كذا. فأنبه، صار يؤنبه. ثم ماذا قال هذا الذي كان يناظر في الأول وظن نفسه سينتصر؟ قال: أنت قلت شرع يعقوب، قلت يوسف؟ قلت: نعم، هذه الآية، هذه السورة. قال: هذا شرع من قبلنا. قلت: يا ناس اسمعوا، يقول شرك ثم يقول شرع من قبلنا، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. فبهت الذي كفر، ما عرف جوابا، الناس صاروا يكبروا، الناس صاروا يكبروا. قال له: يا كافر، كفره. قال له: لا تشرك. قلت له: كيف تكفره؟ قال: يعبدون الحديد. قلت له: كذبته، هو لا يعبد الحديد، هو يعبد الله. قلت له: أنت ما تمرض؟ ما تذهب إلى الطبيب؟ ما تستعمل الدواء؟ أنت تعبد الدواء؟ تعبد الطبيب؟ قال: لا، هذا سبب. قلت: هذا سبب والله يخلق الشفاء، وهذا سبب والله يخلق البركة. هذه عقيدة أهل السنة، الله خالق كل شيء.